موضوع اللي تحدثت فيه علاء قاطع، حارس محترم مؤدب خلوق، لكن هل يعقل يقود؟ انا اتحدث وياك فنيا كمدرب، يعني كبها كاظم المدرب، وليس انه مشجع او لا اعلامي. طبيعي. فنيا يصير اليوم علاء قاطع هو من يقود حراسة الزوراء بتدريب ما ويدرب جلال حسن حارس مرمى الاول لمنتخب العراق؟ كابتن، هاي الامور انه امور اداره، انه الاداره هي تتوتم هذا الشيء، انه هو داخل دورات تدريبيه. انه تعرف هو الموسم اللي كان حارس بديل لجلال، بس احنا بحياتنا هاي السنين اللي خمسه سته اي لاعب دولي قام يعتزل ثاني يوم يدرب الفريق اللي يريده، انه صارت عندنا موجوده في يدرب درجه اولى او يدرب في دوري الممتاز على انه درجه اسمه الاولى ما يخالف، اي على اسمه ممتاز وانديه جماهيريه. على قاطع، على قاطع انسان خلوق وتربوي ويفهم هذا الشيء، واسم الزوراء اسم قوي وصعب الاول اللي بالعراق. انه اتمنى انه علاء قاطع يراجع هذا الشيء، صح انه هي مبادره جزء من اداره النادي لعلاء قاطع انه يكون مدرب لفريق الزوراء. انا اشوف ان علاء قاطع مو وقته انه ياخذ يكتسب خبره اكثر، ونادي الزوراء مفتوحه ببانه، وعلى اداره الزوراء انه لازم تجيب مدرب حراس، مو نقول احنا مدرب حراس على مستوى نادي الزوراء انه مقبل على بطوله اسيويه. اها بالفعل هذا الصحيح، هذا الواقع، انه انت اليوم من تشتغل بهذا عملك يعني راد لك انت وقت على مود تكمل زين. على قاطع بعد لا شهادات لا تدريبيه، انه يراد له وقت يخوض، وبعدين حال المدربين كلهم اللي قادوا تمام.